بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. قبل أن ندخل في الآيات الكريمة لسورة هود المباركة، نقدم فرد فهرسة إجمالية لما في هذه السورة المباركة، حتى واحد يكون على بينة أن هذه السورة ماذا تتضمن من مواضيع مهمة ورئيسية من بدايتها إلى نهايتها. في البدء تبتدأ السورة ببيان الإعجاز القرآني الكريم، هذه القرآن من معاجز الله تبارك وتعالى، وهو يتضمن الدعوة إلى الحق، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلى التوحيد، إلى الاعتقاد بالمعاد، هذا في جانب العقيدة. وفي جانب العمل الدعوة إلى الأعمال الصالحة، فالإنسان المؤمن مطلوب منه أولا الاعتقاد بالعقائد الحقة، الإيمان بالله تبارك وتعالى، بالرسول صلى الله عليه وآله، بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، بالمعاد وما أشبه ذلك من الأصول الموجودة في الدين الحنيف. ولا يكفي الاعتقاد فحسب، وإنما لابد وأن يكون هنالك عمل صالح، النتيجة سعادة الدنيا وثواب الآخرة. لكن في قبال هذه الدعوة الإلهية بتفاصيلها ومعجزاتها عبر الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، الناس كذبوا بها جملة وتفصيلا، غالبا طبعا مو الكل، كان هنالك ثلة مؤمنة آمنوا بالأنبياء قليلا أو كثيرا، أما معظم الناس فقد أنكروا الرسالات وكفروا بالله تبارك وتعالى وكفروا بنعمه. تمت الحجة عليهم، لأن الأنبياء تموا الحجة على الناس، لما تمت الحجة عليهم فلم يؤمنوا استحقوا العقاب، العقاب بالعذاب النازل من السماء في الدنيا، وكذلك العذاب الإلهي الأخروي الأبدي الدائم هم فيها خالدون. الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم ورزقكم وأعطاكم كل شيء، وهو سيعيدكم للحساب والكتاب والجزاء. فالمكذب لابد وأن ينال جزاء تكذيبه، هذه نتيجة طبيعية لعمله، كالطالب الذي لا يدرس، النتيجة الطبيعية لعمله الرسوب، لا ينجح فلا يستطيع أن يرتقي إلى المدارج العالية من الكمال بالعلم والعمل والتوجيه والإرشاد والهداية والخدمة وما أشبه ذلك. هذا جانب من هذه السورة. ثم بعد ذلك السورة تبين قصة النبي نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، تبين فرد تفصيل عن حياة نوح وعن رسالته وعن دعوته الطويلة للناس في زمانه، لكن الأكثر لم يؤمنوا به وكذبوا. هنالك جماعة قليلة جدا ممن آمن بالنبي نوح، حتى ابنه لم يؤمن به. هذا لا يثبط الإنسان الرسالي الذي يدعو، إذا لا سمح الله شاف ابنه أو واحد من أقربائه انحرف، هذا لا يزعزع ثقته، لا ينصرف عن رسالته. ابنك هذا حكي الناس بعد، ابنك ما آمن بيك،
احنا تريد نؤمن بك. هذا فرد شيء غريب جدا. فالنبي نوح صلوات الله وسلامه عليه نموذج ممن تحمل في رسالات الله، في أداء رسالات الله الكثير الكثير، وعانى الكثير الكثير مئات من السنوات، فلبث في قومه إيش قال 950 سنة ولم يؤمن به إلا القليل نجوا، الأكثر غرقوا، انتهى أمرهم. هؤلاء القليل هم الذين عمروا الأرض. بعد قصة النبي نوح صلوات الله وسلامه عليه تنتقل الآيات لبيان قصة النبي هود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وما لاقاه من قومه، ذكرهم بنعم الله تبارك وتعالى فأنكروا، احتج عليهم فلم يؤمنوا، وكانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى أهلك قومه وهم عاد. هذه أيضا جانب من جوانب هذه السورة المباركة. رابعا تنتقل القصة إلى بيان ما جرى على النبي صالح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مع قومه ثمود. دعاهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، دعاهم إلى العمل الصالح فلم يؤمنوا، لم يقبلوا ما أتم عليهم الحجة، استدل لهم، جاب لهم برهان، جاب لهم معجزة صارخة، معجزة واضحة بينة حسب طلبهم، وهي خروج الناقة من قلب الجبل، ولكنهم عقروها، الناقة وفصيلها عقروها، انتهى أمرها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، عذبهم الله تبارك وتعالى جزاء عملهم وإنكارهم لآيات الله عز وجل. بعد ذلك تنتقل القصة إلى حياة النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل بشره بالذرية، الذرية ذريته الذين يعمرون الأرض. أيضا آيات قصيرة تتحدث عن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. ثم تنتقل القصة إلى بيان ما جرى على لوط أيضا في زمن النبي إبراهيم، كان لوط أيضا من أنبياء الله، كان هذا أيضا عانى ما عانى من قومه الذين لم يؤمنوا به، حتى مرته زوجته أيضا لم تؤمن به، آمن به القليل من الذين آمنوا به، بناته، بنات النبي لوط أيضا آمنا، أما زوجته لم تؤمن. هذا يريد يبين أن الناس أشكال رجالا ونساء، ربما زوجة سيئة لا تؤمن بنبي من أنبياء الله كلوط، مع مشاهدتها للمعجزة وللإعجاز. هذه أيضا عبرة لنا، واحد لا يصور اللي زوجة النبي تكون امرأة عظيمة جدا. لا، أمامكم في القرآن زوجة لوط، زوجة نوح لم تؤمن بالله طرفة عين، قوم أيضا كانوا قوم سيئين جدا، ارتكبوا الموبقات والمحرمات وارتكبوا الفضائح الكبيرة، مع أن نوح، مع أن لوط على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام تكلم معهم، احتج بهم، جاب لهم بدائل عن عملهم الشنيع، مع ذلك لم يؤمنوا وأصروا على فعل الفاحشة. هذه أيضا في زماننا هذا أيضا عبرة، لأن هذا الزمان أيضا الناس يسيرون نحو، كثير من الناس أو بعض الناس يسيرون نحو ارتكاب الفاحشة والموبقات وتقنين ذلك
وأنه عمل جدا طبيعي، ويعتبروه من الحقوق الفردية الشخصية، يعتبروه من الحرية في أداء الرذيلة. الرذيلة المنكر ما بيه حرية. إذا واحد يريد يقتل الناس برضاية المقتول، إذا واحد يريد يدمن على المخدرات، قضية شخصية. أنا فد واحد يعني يقول أنه أنا أريد أرتكب هذه القبائح اللي هي مخالفة للقانون، مخالفة للطبيعة البشرية، يريد يدمن على المخدرات. ما عندك حق هذا الشيء. حتى الججارة، الججارة اللي هي من المحللات شرعان، هذا واحد ما يقدر بالملأ العام يدخن لأنه يضر الآخرين. لذا أنتم شايفين في الأماكن العامة الدول تمنع التدخين. ليش؟ لأنه صحيح أنت حر في عملك الشخصي في دائرة الحلال، ولكن مو معنى هذا أنك تضر الآخرين. مخصصين فرد غرفة معينة للتدخين، التدخين الحلال. أما العمل الحرام كالإدمان، إدمان على المخدرات الممنوعة في كثير من دول العالم المضرة للفرد وللمجتمع، عمل المنكر أيضا كذلك. عمل المنكر يضر بالفرد ويضر بالمجتمع، يضر به الآن وفي المستقبل، يهدم العوائل. هذا شلون واحد يسمح له؟ ما يجوز شرعا وما يجوز عقلا، ويخالف الفطرة أيضا. لكن قوم لوط أصروا على ذلك بما فيهم زوجته ولم يرتدعوا، ولكن بناته آمن به. هذا أيضا فضيلة وفاخر للنساء في تلك الأجواء المشحونة الموبوءة. أكو نساء مثقفات، بنات مؤمنات، يعرفن الحلال يعرفن الحرام. الأجواء ما تأخذهم، هاي قضية كلش مهمة. كثير من البنات المؤمنات أو بعض البنات المؤمنات يروحون في الجامعة في المدارس في الشوارع، فتنظر إلى صاحبتها إلى صديقتها، أكو فرد جو، هذا الجو يرميها بالتخلف بالرجعية، أنت متخلفة، أنت تعيشين العصر السابق. فشوية شوية تنحرف، تخلع حجابها، تأخذ خدن صديق لها، مشيا مع التيار العام. أما نشاهد في حياة النبي لوط التيار العام نحو الفساد، نحو الرذيلة، نحو الانحطاط، ولكن بناته بنات واعيات، بنات مؤمنات. ما قالوا حشر مع الناس عيد، كل النساء حتى أمنا، حتى أمنا منحرفة، صحيح لو لا؟ إحنا مثلها عادة. الأم تشوف البنت، إما تشوف أمها، إما تشوف صديقتها، إما تشوف الجو العام، فتسير مع الجو العام. بس هذه البنات لا، مؤمنات قويات، حافظن على عفتهن وحجابهن، وآمنا بالنبي لوط إلى أن نزل العذاب عليهم، على قوم لوط، فأهلكهم الله تبارك وتعالى. بعد قصة النبي لوط تنتقل القصة إلى حياة شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، الذي وعظ قومه في الأصول وفي الفروع واحتج عليهم فلم يؤمنوا، فأهلكهم الله تبارك وتعالى ونجى المؤمنين. بعد ذلك إشارة عابرة إلى قصة النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأن الله زوده بالمعجزات، أرسله إلى فرعون، مما كانت النتيجة هلاك فرعون، هلاك فرعون والأقباط. هذه قصص الأنبياء المذكورة في هذه السورة المباركة. ثمانية من الأنبياء، رسول الله صلى الله عليه وآله في البداية وفي النهاية. الغرض من كل بيان كل هذه القصص والمواعظ تثبيت الرسول، تثبيت المؤمنين، الاستفادة من تجارب تلك الأمم السابقة. أولا رسول الله صلى الله عليه وآله في البداية، بداية السورة ونهاية السورة، ثم النبي نوح، النبي لوط، النبي صالح،
النبي إبراهيم، النبي شعيب، النبي موسى، ستة من الأنبياء وسبعة بالإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثمانية. في نهاية السورة تلخيص لكل ما جرى على تلك الأمم السابقة من الهلاك والدمار، والعبرة فيها أن نعتبر بحياتهم، أن نستفيد من الإيجابيات، وأن نحاول أن نبتعد عن السلبيات. إن الناس ظلموا أنفسهم، أولئك ظلموا أنفسهم فاستحقوا العقاب. في نهاية السورة أيضا تعريج على رسول الله صلى الله عليه وآله، وتثبيت له وتسلية له في مقابل الكفار الذين كذبوا. يا رسول الله، تعبيري ليهم، إذا هؤلاء الكفار، إذا قريش لم يؤمنوا بك، لك أسوة بالأنبياء السابقين. انظر إلى حياتهم، 950 سنة النبي نوح صلوات الله عليه يبلغ، لم يؤمن به إلا نفر قليل. فيا أيها الرسول ويا أيها المؤمنون، عليكم بالاستقامة، استقيموا في أهدافكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. لا يهمك السيل وين، المجرى وين، الأجواء وين، أنت استقم في عقيدتك، في إيمانك، لا تذوب في هذا التيار الواسع الكبير من الانحراف والضلال، وإنما كن مستقيما وتمسك بالصلاة وتمسك بالصبر، لأن الصبر يسبب استقامة الإنسان، والصلاة أيضا يربط الإنسان بالله تبارك وتعالى، مما تزيده قوة وإيمانا. وفي أواخر الآية، أواخر السورة، هذه السورة تحث المؤمنين على التعقل وعلى وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمانا لنجاتهم ولعدم هلاكهم. وأن الله تبارك وتعالى إذا كان الناس يصلحون، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يحاولون أن هذه الموبقات، هذه السيئات لا تروج في المجتمع، الله تبارك وتعالى لا يعذبهم ويرفع العذاب عنهم. الله عز وجل عادل، خلق العباد ليرحمهم لا ليعذبهم. فإذا حل بهم العذاب كالأمم السابقة، أو إذا حل بنا العذاب، هذا اللي الآن نعيشه نوع من أنواع عذاب الله تبارك وتعالى، من الحاكم الظالم، المستبد، الغلاء، الفقر، الفحشاء، هذه الأمور التي نراها كثرة الطلاق في المجتمعات، إحصاءات غريبة أكو في الطلاق، العنوسة، تأخير الزواج، الغلاء في المهور، هذا كل النوع من أنواع عذاب الله لهذه الأمة، هذا جراء فعله، هم اللي فعلوا هذا الشيء. الله خلقك للرحمة، خلق الإنسان ليرحمهم، ولكن حينما انحرفوا عن مسير الرحمة بطبيعة الحال، اللي ما يمشي وراء أبوه ياخذ ايده يوصله الى السعاده، يضطر يمشي فرد ورا فرد واحد منحرف ضال. هذا المنحرف الضال شنو يسوي؟ يودي به في الجحيم، جحيم المشاكل. بطبيعه الحال اللي ما يمشي ورا الانبياء، ورا رسالات السماء، يضطر يمشي ورا الشياطين، شياطين الجن والانس. هذول شنو يريدون من الانسان؟ ما يريدون منه الا الانحراف الخلقي. إيش وقت يفتهم؟ بعد 50 سنة. يتندم؟ لا ينفع الندم. فالغرض من الخلقة رحمة العباد بشرطها وشروطها، أن تمشي على الطريق الصحيح. وفي نهاية السورة أيضا موعظة للمؤمنين وتهديد للكفار، وفي الكلمة الأخيرة دعوة الطرفين للانتظار، انتظروا فتربصوا، قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوية ومن اهتدى. الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف ينجي المؤمنين ويعذب
الكافرين، والأمور بخواتيمها. هذه هذا مختصر وفهرسة إجمالية لما في هذه السورة الكريمة. تبدأ هذه السورة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، كسائر السور القرآنية التي في بدايتها البسملة، ما عدا سورة التوبة اللي ما بها بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، أبتدئ كل شيء بسم الله وأستعين به. لا بد وأن يكون عمل الإنسان مستندا إلى الله تبارك وتعالى. أكو تأكيد على البسملة في بداية كل عمل، في قراءة القرآن بسمل، حينما تريد أن تنجز عملا اذكر اسم الله تبارك وتعالى واستعن به. في البسملة بحر كبير من الكلام، كلام طويل جدا، وقد كتبت فيه كتب مستقلة ومفصلة، مجلدات ضخمة تتحدث عن البسملة والمقصود منها وآثارها وما أشبه ذلك. اللي يريد يراجع يراجع هذه الكتب المفصلة والتفاسير التي بيّنت جوانب من عظمة بسم الله الرحمن الرحيم، اللي كل القرآن يلخص في سورة الحمد كما في بعض الروايات، والحمد تلخص في البسملة. كل شيء يرتبط بالله تبارك وتعالى، فاذكر الله عز وجل دائما وفي كل حالاتك. الاسم له خصوصية، هذا التأكيد ناشئ من شنو؟ تأكيد على البسملة في كل شيء، في كل عمل، ابتداء كل عملك. كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر كما في الرواية الشريفة. ليش هذا التأكيد؟ لأسباب عديدة، أنا أذكر بس سببين. السبب الأول، الاسم له خواص، له آثار، هذه الآثار تؤثر في الإنسان إيجابا أو سلبا. الاسم الحسن يعطي طابع حسن للإنسان، الاسم السيء يؤثر تأثيرا سلبيا على حياة الإنسان. تركيز فرد كلمة وتكرارها على الإنسان يوميا إن كان حسنا يؤثر بنسبة ما، قول واحد بالمليون، فهذا التكرار واحد بالمليون واحد بالمليون شوية شوية يشكل في لا وعي الإنسان فرد تأثير إيجابي، إذا كان الإنسان إذا كان الاسم حسنا، وإذا كان سيئا يؤثر في لا وعيه تأثيرا سلبيا. أصلاً بعض الأحيان الإنسان يشعر بتأثير الاسم مباشرة، ما يحتاج اجتماع فرد مليون مرة في اللاواعي، بل تأثير مباشر. أنتوا تحبون فرد اسم، عندكم فرد محبوب، بس ما يجيبون اسم المحبوب ينشرح صدركم. الإنسان إذا عنده فرد محبوب يحبه، بمجرد ما يجيبون اسم هذا المحبوب ينشرح صدره، يفرح، يكيف. يمكن كان مثلا متأذي من قضية معينة، بس ما يجيبوا له اسم محبوبه ينسى تلك القضية ويتفاعل مع هذا الاسم. تأثير فوري مباشر على حياة الإنسان بمجرد ذكر اسم المحبوب، وهكذا ذكر اسم المكروه. إذا فرد واحد متحبه تكرهوا، فرد عدو من الأعداء، هذا مضيق عليكم يطاردكم. أنت يمكن قاعد في بستان مرفه مرتاح، تتكلم تضحك ويا زوجتك ويا أولادك، وإذا يجيبون اسم هذا العدو شو يصير؟ فورا الإنسان ينقبض، لا شعوريا لا اختياريا. ذكر كلمة العدو وإن كان اسما، حتى ذاك العدو ميت، فورا الإنسان ينقبض، يأثر تأثيرا من بعد. الكلمة تؤثر،
الصورة تؤثر، التفكير يؤثر، حتى التفكير بالحلال أو بالحرام، النية تؤثر، كلها من المؤثرات. هذا الوجه الأول للتأكيد على ذكر اسم الله تبارك وتعالى في بداية كل سورة، بل في بداية كل عمل في حياة الإنسان. الوجه الثاني أنني أستمد القوة والاعتبار مما كل إنسان بمفرده ضعيف، قطرة في بحر، هاي القطرة ما لها قيمة، ولكن إذا صار مع قطرة ثانية وثالثة ورابعة ودخل في البحر وشكل تيارا وموجا يشكل سيلا كبيرا، هذا السيل الكبير ينير المدينة أو يهدم المدينة بأكملها. عادة غالبا الناس، لأنهم الفرد وحده، يريد يستمد القوة والاعتبار والمنعة من جهة قوية. لذا أفرضوا فرد واحد يجي باب البيت يريد يفتش البيت، أنتم ما تفتحون الباب، أنت منو؟ أنت ما لك قيمة. بمجرد ما يقول أنا من قبل الحكومة أستمد قوتي من الحكومة، صحيح ولا لا؟ عنده إذن لتفتيش الدار، مجبور تفسح له. شنو صار الفرق بين قبل هذا وبعد هذا؟ استمد قوته من الجهة الخلفية التي تدعمه. من هذه الجهة؟ الحكومة. مثلا عادة الأديان، المذاهب، حتى لو ما عنده دين، ما عنده مذهب معين، أكو هنالك قوة تحتضنه. الإنسان اللي ما عنده قوة تحتضنه يروح أدراج الرياح، بمجرد ما عاصفة تهب هذا شنو؟ ينتهي أمره، ماكو جماعة يدعموه ينصروه يأخذون ظهره يشدون أزره. المؤمن يستمد العون من الجهة الشرعية التي هي المبدأ وإليها المعاد، منو؟ الله تبارك وتعالى. فيريد يبين واجهته، أنا أتكئ، أعتمد، أتوكل، أستعين بالله عز وجل الذي هو مالك الكون الذي بيده كل شيء. فهذا يعطي للإنسان قوة ومناعة وشخصية. بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا التأكيد على صفة الرحمة الإلهية؟ هذا أيضا بحاجة إلى مباحث طويلة، نشير إلى بعضها بالإجمال في الليلة القادمة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.